في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وزارة الداخلية تستجيب لمقترحات الطلبة والطالبات أعضاء الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة، وتنظم زيارة لعدد منهم وأسرهم لمقر الإدارة العامة للحماية المدنية. لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت أجيال طلع في مصر جديدة بضحكة جميلة ترق القلب لما نشوف أفضل حال فين يحمو يبقوا اليوم جديد. مين يقدر يقول لي بقى في العمارة اللي احنا سكننا فيها جديد عندنا أدوات علشان نطفي بيها الحرايق؟ عندنا في أهالينا في العمارة اللي أنا ساكنة فيها بيبقى فيها زي صندوق وبكرة، وجنب الصندوق ده مقفول بتفتحه بتلاقي البكرة، وجنبها تمام. بتبقى حنفية وليها محبس. كل دور ولا في دور واحد بس؟ لا كل دور، كل ودي دور. سلم طوارئ كمان. وانت عارفة فين سلم الطوارئ؟ آه. ومفتوح مكان سلم الطوارئ ولا مقفول؟ لا سلم الطوارئ مفتوح على طول. طيب سقف المنة. كان مهم جدا ندي شوية نصايح وتوعية تتعلق بمسببات الحرائق في المنازل وازاي نتصرف معاها وازاي نستخدم أدوات وتجهيزات الإطفاء الموجودة عندنا في المنزل وازاي نتصرف وقت حدوث الحرائق علشان نتجنب الدخان لحد ما قوات الإطفاء توصل. ليه إحنا مهم جدا لنا إن إحنا نحافظ ونعيش في بيئة نظيفة؟ وزي ما أنتوا عارفين كلكم إن إحنا خلال أيام هنستضيف أكبر مؤتمر لتغير المناخ والبيئة في العالم. إيه أهمية البيئة واللي لازم نحافظ عليها؟ أول حاجة أنا بحافظ على البيئة عشان أحافظ على صحتي، لو في تلوث من الهواء أمنعه عشان ما يأثرش عليا. بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ كان لازم نفهم أولادنا يعني إيه تغير مناخ وإيه المسببات اللي بتؤدي لتلوث البيئة، وكان لازم نقول لهم إيه الحاجات اللي نعملها عشان نحافظ على البيئة بتاعتنا وما نتأثرش ونؤثر على المناخ، ويكونوا في نفس الوقت سفراء لبقية الناس في مجال المحافظة على البيئة. ده دور مجتمعي للدولة مهم جدا لتربية النشء على قضايا تغير المناخ. أنا النهاردة في الحماية المدنية، وكنت قبل كده في معسكر 3 أيام في أكاديمية الشرطة. احنا اتعلمنا ازاي ننتمي لبلدنا. اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرعايه ديت والمكان الجميل اللي هو سكننا فيه. زياره تاتي استمرارا للدور المجتمعي للوزاره تجاه قاتني تلك المناطق، وبما يعزز قيم الولاء والانتماء وتنميه الوعي الامني والشرطي لديهم. بكره نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر. في ناس بنسمع عنهم وبنشوفهم يقول لك ده غرق في النيل، ده غرق في البحر، احنا شغلتنا ان احنا ننقذهم ونطلعهم. في عربيه موجوده تحت الميه، العربيه ديت محتجز فيها غريق ومش عارفين نطلعه بالطريقه العاديه، فهنضطر نستخدم قصافه هيدروليكيه بالمعده ديت اللي واقفه بره علشان نحرر الجسم البني ادم دوت ونطلع بيه. طبعا المهاره ديت صعبه جدا ومحتاجه تدريبات كتيره. ورينا الأهالينا بيان إنقاذ غريق من قبل رجال الإنقاذ النهري إدارة الحماية المدنية، علشان بعد كده لو هتقدر تنقذ حد حاول تساعده، لو مش هتعرف تنقذه وما بتعرفش تعوم ما تحاولش علشان ما تعرضش حياتك للخطر، واتصل بالمسؤولين من رجال الحماية المدنية في الإنقاذ النهري. لما تشوف أفضل حال بيورونا ازاي لما في حد بيغرق ازاي نعرف ننقذه وازاي نتصرف في الحالات اللي زي دي. اتعلمنا ازاي لو حصل لنا حاجه في الحريق او غرق او كده نعرف نتصرف ازاي، ونطلب كمان الرقم بتاع الحرائق اللي هي 180. احنا بنشكر سياده الرئيس جدا جدا اللي هو جابنا المكان الجميل ده.
جولة قام بها الشباب والطلائع لميادين التدريب التخصصية بالإدارة العامة للحماية المدنية لمشاهدة العروض التدريبية أسهمت في إثراء ثقافتهم وتنمية الوعي لديهم بأهمية دور هؤلاء الرجال في الحفاظ على الأرواح والممتلكات مهما قدموا من تضحيات. أجيال طلاب مصر جديد بتقول دايما تحيا مصر لما تشوف أبطال حلفين يحموا ويبنوا اليوم الدين وليك يا مصر لأجل بلدنا. مبادرة كلنا واحد هي علمتنا الانتماء للبلد وعلمتنا حب الوطن وقد ايه الشرطه ووزاره الداخليه بتضحي علشاننا عشان تحمينا. النهارده كان يوم جميل جدا، احنا اتعلمنا حاجات كتير زي ان احنا نعرف نساعد بعض، حد عنده حقيقه ولا حاجه نعرف ان احنا نطفيها قبل ما تيجي المطافي، ازاي اللي احنا نتعامل مع المخاطر. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو دعمنا وجابنا هنا، وبتمنى تاني ان هم يدعمونا ويجيبونا هنا تاني. رسالتي للرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يكمل معانا ويدعمنا، واحنا ان شاء الله هنبقى افضل وهنبقى جيل متحضر. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحب الكرايس. لما تشوف افضل حلفين يحموا يبنوا اليوم الدين وليك يا مصر ردوا الدين لاجل بلدنا بدل اعمار. لما تشوف افضل حلفين يحموا يبنوا اليوم الدين أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي المجهود الكبير اللي هو بذله معانا وعلى كل حاجة هو عملها لنا، فعلا شكرا ليه، وإنه نقلنا من مكان عشوائيات لمكان متحضر يقدر كل واحد فينا عنده موهبة يقدر يطلعها بجد. أنا بشكر سيادة الرئيس على المجهود اللي بيعمله مع الأطفال مع أولادنا. بشكر سيد الرئيس على اللي بيعمله مع أولادنا، وأولادنا نفسهم يبقوا حاجة كبيرة. نشكر الشرطة طبعا وعليا واقفة من هي واقفة معانا كده وبتعمل المبادرات ديت لعيالنا، وإحنا نفسنا عيالنا يبقى زيهم. هذه الزيارات تأتي إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية بناء الإنسان وإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها لهذا الوطن وتقدر معاني التضحيات التي تقود إلى حياة كريمة لكل أبناء هذا الوطن. بكم يا شباب مصر، يا شباب بلادي، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.